حاكم مصرف لبنان قام بأكبر عملية سطو منظم على أموال الناس. رياض سلامة بات ملطش التيار الوطني الحر إعلامياً وقضائياً على أبواب الاستحقاق الانتخابي، فهل الهدف استرداد الأموال المنهوبة أو الفوز بأكثرية نيابية تمتطي ملاحقة الحاكم لتصل إلى الهدف السياسي؟ بنظرة سريعة على الواقع الاقتصادي والمالي يتبين أن أربعة جهات تتحمل مسؤولية الأزمة وليس فقط حاكم مصرف لبنان. نبدأ مع الجهة الأولى وهي السلطة السياسية المتعاقبة من التسعينات حتى يومنا هذا، والتي كانت تقدم ميزانيات عجز، سوء إدارة، هدر أموال اللبنانيين وسرقتها. أما الجهة الثانية فهو حاكم مصرف لبنان الذي رضخ لمطالب السلطة السياسية، والجهة الثالثة هي المصارف التي استسهلت توظيف أموال المودعين في المصرف المركزي لتحصيل الأرباح الطائلة بدل اتباع المعايير العالمية والاتفاقات الدولية في عملية توظيف هذه الأموال. أما الجهة الرابعة فهو المودع الذي طمع بفائدة 15%، وهو يعلم أن هذه الفائدة العالية تحمل مخاطرا كبيرة على وديعته. ونحن لا نثق به حدا عليها الكم الكبير من الاتهامات، وصار ثابت عليه كثير من الاشياء، يضل هو بهذا الموقع عم بيدير، هو يضل حاكم البلد ماليا. اما ما يحصل اليوم من هجوم مركز على رياض سلامه ومحاسبته دون الجميع يخفي ورائه دافعا سياسيا اكثر مما هو دافع الحرص على الاموال المفقوده، وهو ما يمكن اعتباره تحيزا في المحاسبه. ولا يبدو ان دوافع التيار الوطني الحر نابعة من حرصه على أموال المودعين وقلبه مش عليهم، فهو يتحمل المسؤولية على اعتبار أنهم في السلطة منذ 6 سنوات، وبذلك تفوق مسؤوليتهم مسؤولية الحاكم. والتيار الذي أيقن أن توتير الأجواء مع نبيه بري أو مع القوات اللبنانية لن يكسبه المعركة الانتخابية، فذهب لاستخدام الورقة المتبقية بيده وهي الهجوم على حاكم مصرف لبنان وتصوير نفسه على أنه قادر على استرداد أموال المودعين من رياض سلامة، متغاضيا عن أنه كان شريكا على مدى 6 سنوات في صناعة القرار المالي في البلد. لازم نطلع قوية من الانتخابات لأن نحن عنا طرح بيعيش، مشان هيك بدأ الناس أنهم يصوتوا معنا، يصوتوا للتيار لأنه هيك عم يصوتوا للبنان. إذن ما يقوم به التيار هو مجرد تبييض صفحة جبران باسيل وتعويم شعبيته على أبواب الانتخابات، فمن شاء المحاسبة عليه بمحاسبة الجميع أو يصمت. شاركونا تعليقاتكم.